أهل البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول أهل البدع بيننا وبينكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد، فهذا هو الدرس 24 من دروس شرح الملحة في ليلتنا هذه، ليلة الأربعاء الموافقة 26 من شهر ربيع الثاني. فأخذنا في آخر يوم بقية الكلام على الإضافة، أخذنا الأسماء التي تجر بمعنى الإضافة. طيب، من يقرأ الأبيات؟ نعم. نعم. وأولو وكل، ثم الجهات الست. غير وبعض، غير وسواء. طيب، بارك الله فيك، تفضل. نعم. وأولو وكل، وهكذا غير. نعم. بارك الله فيكم. الأسماء بالنسبة إلى إضافتها إلى ما بعدها تنقسم إلى كم؟ نعم. لا، إلى من حيث وجوب الإضافة وعدمها، يعني منها ما يجب إضافته هكذا، ولا يستعمل أبدا إلا مضافا، مثل سبحان ومعاذ وذو وأولاد إلى آخره. ومنهم ما يستعمل مضافا وغير مضاف، مثل غلام وبيت وثوب ونحو ذلك، تستعمله مضافا، تستعمله ماذا؟ غير مضاف. وهذا هو الأكثر في الأسماء، هذا القسم هو الأكثر ماذا؟ في الأسماء الذي يجوز أن يستعمل مضافا وغير مضاف. ومن الأسماء القسم الثالث ما يجوز أن يقطع عن الإضافة لفظا لا معنى، يعني هو يعد من الأسماء الملازمة للإضافة، لكن يجوز أن يقطع عن الإضافة من حيث اللفظ، من حيث اللفظ، مثل كلمة كل وبعض، مثل كلمة ماذا؟ كل وبعض ونحوهما. طيب، كما قال تعالى: قل كل يعمل على شاكلته. كل قطع عن الإضافة وهو في نية الإضافة، كل يعمل على شاكلته، أي كل أحد أو كل إنسان، طيب، أو كل مكلف إلى آخره. وهكذا في بعض، هذا يصح أن يستعمل ماذا؟ مضافا، ويصح أن يستعمل منونا مقطوعا عن الإضافة من حيث اللفظ، فهو في نية الإضافة، في نية الإضافة يقطع عن الإضافة لفظا. تقول: أنفقت بعض الدراهم وأمسكت بعضا، بعضا بالتنوين، أي بعض الدراهم الأخرى،
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله: باب كم الخبرية. قال: واجرر بكم ما كنت عنه مخبرا معظما لقدره مكثرا، تقول كم مال أفادته يدي وكم إماء ملكت وأعبدي. قال: اعلم أن كم تأتي مرة في الإخبار ومرة في الاستخبار. المصنف ماذا يا إخواني ذكر كم الخبرية بعد باب الإضافة للمناسبة بينهما، لأن تمييز كم الخبرية يكون ماذا؟ مجرورا، يكون مجرورا. قال: اعلم أن كم تأتي مرة في الإخبار ومرة في الاستخبار. الإخبار، الإخبار عن الشيء، الإخبار عن الشيء، والاستخبار الاستفهام عن الشيء، الاستفهام عن الشيء، والاستفهام يحتاج إلى جواب، والإخبار لا يحتاج إلى جواب، لا يحتاج إلى جواب. فكم تارة يخبر بها وتارة يستخبر بها، تكون خبرية وتكون ماذا؟ استفهامية. قال: فإن أخبرت بها غيرك ومعناها حينئذ التكثير، أضفتها إلى الاسم الذي بعدها كما مثل به الناظم، ولهذا ذكرها في الإضافة وجعلها هي الجارة. كم مال أفادته يدي، كم مال أفادته يدي، كم مضاف ومال مضاف إليه، هذا على قول، هذا على قول. ومنهم من يقول إن مال جر بمن المقدرة، كم من مال، كم من مال أفادته يدي، يجعلها أو يجعله مجرورا بمن. قال: ومكثرا بالثاء المثلثة. وضد التكثير التقليل، وضد التعظيم التحقير، وضد التكبير التصغير. والتاء في ملكة تاء التأنيث الساكنة. وكم إماء ملكت، أي هي جديد. وإن استفهمت غيرك بكم نصرت ما بعدها على التمييز، ولهذا أخرها الناظم إلى باب التمييز. إذن عندنا كم قسمان: القسم الأول خبرية، والقسم الثاني ماذا؟ استفهامية. والخبرية يقصد بها التعظيم والتفاخر، يقصد بها التعظيم والتفاخر، الإخبار بالكثرة على قصد التعظيم والتفاخر. كم مال أفادت في يدي، هذا على قصد ماذا؟ التعظيم والتفاخر. وكم إماء ملكت وأعبدي، يعني شيء كثير، شيء كثير، يقصد بهذا الإخبار ماذا؟ التعظيم والتكثير، التعظيم والتكثير. طيب، والاستفهام يقصد به ماذا إخواني؟ طلب الإخبار عن الشيء المستفهم به. طيب، ويحتاج كما سمعتم إلى جواب. وكم الاستفهامية يذكرونها في باب التمييز، لأن
ماذا؟ الاسم المنصوب بها يكون تمييزا، أو الاسم ماذا المستفهم عنه يكون تمييزا. قال: تنبيه. أشار الناظم بقوله في المثالين كم مال وكم إماء إلى أنه يجوز أن يقع الاسم الذي بعد كم الخبرية مفردا عندنا مقدرا، أصحاب هذه النسخة عندنا مقدرا صوابه مفردا، عندكم مفردا هكذا؟ نعم مفردا، مفردا كمال مع مفرد وعبد، وجمعا كإماء وأعبد، لأن كم موضوعة للعدد المجهول، وتمييز العدد المعلوم مجرور ومنصوب، وأما العدد المجهول فماذا؟ ماذا يا إخواني؟ تمييز كم الخبرية يأتي مفردا ويأتي ماذا؟ ويأتي جمعا، يأتي مفردا ويأتي جمعا. يقول لأن كم موضوع للعدد المجهول، للعدد المجهول، يعني كم مال أفادته يدي؟ كم هذا المال؟ كثير ما ندري. وكم إماء؟ كم؟ كثير ما نحدد، سواء وقع بلفظ الإفراد أو بلفظ ماذا؟ الجمع، لأن كم الخبرية موضوعة للعدد المجهول غير المعلوم، غير المعلوم، واضح؟ ولهذا جاء ماذا يا إخواني؟ المجرور بها بالوجهين بالإفراد والجمع. والأكثر في تمييزها الإفراد، الأكثر في تمييزها ماذا؟ الإفراد، كما يقوله الفاكهي عند قوله مفردا قال الفاكهي وهو الأكثر، فهو الأكثر كتمييز المئة فما فوقها، وهو الأكثر كتمييز المئة فما فوقها. قال: وثميم تجيز النصب حينئذ، وثميم تجيز النصب حينئذ، يعني يأتي مجرورا هذا المفرد، مجرورا وماذا؟ ومنصوبا. وكم خبرية، وكم ما لها خبرية، تقول كم مال ملكت، وكم مالا ملكت، ويفرق بينها وبين الاستفهامية بماذا؟ بالمعنى، بالمعنى إذا قصد الإخبار والتفاخر والتكاثر كانت خبرية، وإذا قصد الاستفهام تكون ماذا؟ استفهامية. يقول تميم تجيز النصب حينئذ إذا كان مفردا. والجمع كتمييز العشرة فما دونها، تمييز العشرة فما دونها، يأتي مفردا كتمييز المئة، مئة عبد، مئة غلام، مئة ناقة، وتمييز العشرة فما دونها، عشرة أعبد، ثلاثة رجال، خمس نسوة، هذه جمع، جمع، واضح يا إخواني؟ قال: وتمييز العدد المعلوم مجرور ومنصوب، بخلاف ماذا يا إخواني؟ العدد المجهول يأتي مجرورا، لكن كما سمعتم تميم تجيز ماذا؟ النصب إذا كان مفردا. عندنا فائدة في التعريف، قال المعلق: تمييز العدد المجرور ما كان
ما كان تمييزا للعدد من 3 إلى 10، تمييز العدد المجرور ما كان تمييزا من 3 إلى 10، ويأتي جمعا مجرورا بالإضافة. وكذا ما كان تمييزا للعدد 100 و1000 ومضاعفتهما، ويأتي مفردا مجرورا بالإضافة. وتمييز العدد المنصوب ما كان تمييزا للعدد من 11 إلى 99، ولا يكون إلا مفردا. تمييز العدد المنصوب، كم غلاما ملكت، كم عبدا ملكت، كم كتابا ألفت، هذا تمييز العدد المنصوب، يكون لا يكون إلا مفردا، بخلاف تمييز العدد المجرور يأتي مفردا ويأتي ماذا؟ جمعا، يأتي مفردا ويأتي جمعا. قال: والمنصوب لا يكون إلا فردا، ولهذا لا يكون تمييز كم الاستفهامية إلا فردا لأنه منصوب. وعلى هذا يكون هذا هو الفارق بين تمييز كم الخبرية وتمييز كم الاستفهامية. تمييز كم الخبرية يجوز ماذا؟ نصبه وجره، ويجوز إفراده وجمعه، يجوز إفراده وجمعه. تمييز كم الاستفهامية لا يكون إلا مفردا ولا يكون إلا منصوبا، لا يكون إلا مفردا ولا يكون إلا منصوبا. قال: كما أن تمييز العدد المنصوب كذلك، فتقول: كم كوكبا تحوي السماء. كم هنا خبرية أو استفهامية؟ استفهامية، نعم. كما تقول: 11 كوكبا و30 شهرا. قال: تنبيه آخر، قد يفصل بين كم وبين الاسم، فيجوز حينئذ جره بها وإعرابه بما يقتضيه العامل، كقولك: كم ملكت عبدا، كم ملكت عبدا، بالنصب والجر. وكم جاءني رجل، بالرفع والجر والله أعلم. قد يفصل بين كم أي الخبرية وبين الاسم، فيجوز حينئذ جره بها وإعرابه، جره بها مع وجود ماذا يا إخواني؟ الفاصل بينهما. فإذا قيل: كم ملكت عبد، يكون كم مضاف وعبد ماذا؟ مضاف إليه، وفصل بينهما بالفعل والفاعل بملكت، هذا إذا جررته بها. وإذا نصبته بالفعل كم ملكت عبدا واضح. على كل، كم تأتي خبرية وتأتي ماذا إخواني؟ استفهامية، تأتي خبرية وتأتي استفهامية. والخبرية يكون تمييزها ما له مفردا وجمعا، والغالب ماذا؟ جره. وتميم تجيز نصبه إذا كان ماذا؟ مفردا، تجيز نصبه إذا كان مفردا. وأما تمييز كم الاستفهامية فيكون منصوبا ويكون ماذا؟ مفردا. وكم هذه الخبرية فائدة، كم الخبرية تختص بالماضي، الذي يريد أن يكتب فائدة يقول عند قوله باب كم الخبرية: كم تختص بالماضي، تختص بالماضي. فلا يقال: كم غلمان سأملكهم، لا يقال: كم غلمان سأملكهم، لأن التكثير إنما يكون، لأن التكثير إنما يكون فيما عرف حده، التكثير
إنما يكون فيما عرف حده، والمستقبل مجهول يعني غير معروف، والمستقبل مجهول نقطة. ولا تفارق صدر الكلام، لا تفارق صدر الكلام، هذه كم؟ لا يقال كم غلمان، كم غلمان، كم غلمان سأملكهم، لا يقال هذا، لأن التكاثر والإخبار والافتخار إنما يكون عن شيء قد ملكهم يفتخر بهم، كم غلمان ملكتهم، هكذا يقال. ولا يقال كم غلمان سأملكهم في المستقبل، الله أعلم يملك ولا ما يملك. طيب، لكن الافتخار والتكاثر إنما يكون في ماذا؟ فيما قد ملك، الشيء الذي قد ملك وحازه. هو الآن إذا أراد أن يخبر فلا بد أن يكون الفعل ماضيا، كم غلمان ملكت، طيب، وكم أموال أنفقت، هكذا، ما يقول كم أموال سأنفق ولا كم غلمان سأملك، كن في الشيء الماضي. كم غلمان، كم غلمان، لا قلنا تمييز الاستفهامية يكون مفردا، كم غلاما ملكت، يكون كم غلاما ملكت، لا يقول كم غلاما ملكت يسأل نفسه، هكذا. إذا جعلناها استفهامية هو يريد أن يستفهم غيره، كم غلاما ملكت، وهذا عدد معلوم، عدد معلوم، إيش الجواب؟ إيش الجواب يا أخواني؟ سيقول المجيب 20 غلاما، 50 غلاما، 100 غلام، عدد معلوم، هذا في كم الاستفهامية. وأما في كم الخبرية فعدد مجهول، ويكون ماذا؟ الجر، يعني لا يقال على سبيل الإخبار، لا يقال على سبيل الإخبار كم غلمان سأملك، طيب، وكم أموال سأنفق مثلا، لا يقال. بارك الله فيكم. طيب.